طيب الاهلي واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وممكن يكون البعض متخيل ان الاهلي في فتره راحه، لكن ده مش حقيقي بدليل تواجد عدد من لاعبي الاهلي وعدد كبير في الحقيقه، سواء في المنتخب الاول 8 او في المنتخب الاولمبي اعتقد 5 موجودين من النادي الاهلي يعني. فبالتالي ما فيش راحه بالنسبه للاعبي الفريق، لكن في كل الاحوال الاهلي ختم الفتره الماضيه على اكمل وجه وبشكل اكثر من رائع من خلال الفوز على فيتا كلوب هناك في الكونغو، لاول مره في تاريخ اي نادي مصري يكسب هناك في الكونغو بعد عدد كبير من المباريات. الاهلي هو كان السباق في الجزئيه دي، وكمان فوز غالي قوي لانك بعد ما كان موقفك ابتدى يتأزم قدرت ان انت تعدل موقفك، وكمان بقيت قريب جدا من التأهل للأدوار المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. كنا دايما بنراهن على شخصية النادي الأهلي وشخصية اللاعبين، دايما الأهلي في المواقف الصعبة دي، واحنا قبل المباراة ادينا لحضراتكم أمثلة كتير لمواقف صعبة مرت على الفريق وقدر الأهلي يتعامل معاها وقدر ان هو يتجاوزها، وبالتحديد لمعظمها يعني معظم هذه المواقف عشان اكون واقعي وصريح مع حضراتكم يعني. لكن شخصية الأهلي هي اللي بتفرق، وشخصية الأهلي هي الرهان الدائم في أنك تحقق المراد والمطلوب. دايما رجالة النادي الأهلي يكونوا موجودين في الميعاد المطلوب، بس المطلوب بس أن احنا مش عايزين نحط نفسنا أو نحط ضغوط على نفسنا أن احنا نوصل الفرقة للمرحلة الصعبة دي، والرسالة للاعبين والجهاز الفني كان من الممكن جدا ان احنا يبقى عندنا اريحية اكثر بما انك تكسب المباراة اللي كانت على ارضك، وفي الحقيقة ما كانش فيه توفيق خالص والفريق عمل كل اللي عليه، لكن كان المفروض تستغل بعض الفرص وكمان تكسب مباراة الاياب فانت تكون خلاص صعدت رسمي. المنافسة دلوقتي على انك تتأهل كأول مجموعة، لكن بما اننا بنتكلم على مشوار النادي الاهلي الافريقي وبتحديد في دوري ابطال افريقيا، هذه البطوله الغاليه اللي بيدافع عنها النادي الاهلي بكل قوه، وفي امال وطموحات كبيره جدا عند اللاعبين ان هم يفوزوا باللقب العاشر في تاريخ النادي الاهلي من خلال هذا الموسم. الاهلي عنده المباريات المتبقيه، هقول لحضراتكم موعدها بالظبط بحكام هذه المباريات. كمان المباراه المقبله في دوري ابطال افريقيا هتكون ما بين المريخ والاهلي في السودان، ودي مباراة هتكون يوم 3 ابريل الساعة كام؟ الساعة 3 العصر. كنا خايفين شوية من موضوع 3 العصر، كنا بنتكلم على ان لعيبة النادي الاهلي دايما التوقيت ده بيكون صعب عليهم، او مش لعيبة الاهلي بس، لا لعيبة الكرة المصرية بشكل عام مش متعودين ان احنا نلعب الساعة 3، كان من ده بالتحديد للفرق الكبيرة، لان في بعض الاندية في الدوري المصري بيلعبوا الساعة 2:30 و3 وكلام من ده. لكن في كل الاحوال بعد الانتصار الكبير على فيتا كلوب الساعة 3 في اجواء كانت صعبة، فانت خلاص بقى خدت على الاجواء دي وانت اصلا واخد عليها بصراحه، لكن قدرت كمان تكسب فيها فكسرت العقده دي بشكل مميز. فبالتالي انت هتلعب المريخ هناك في السودان الساعه 3 العصر ان شاء الله، الاهلي يكون موفق في هذه المباراه يوم 3 ابريل، هيكون الحكم بملك تسيمه الحكم الاثيوبي الشهير. طيب كمان هيبقى عندك مباراه اخرى متبقيه، وفي الحقيقه مباراتين حاسمتين جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار السعي نحو الوصول لصدارة المجموعة، وبإذن الله الأهلي يوصل لهذه الصدارة رغم أن أنت في مناسبات كتيرة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا كنت بتطلع التاني وبتاخد البطولة برضو، مش مقياس خالص أنك أول أو تاني، لكن مهم أوي أن أنت تحاول دايما تبقى الأول، وده اللي متعود عليه النادي الأهلي حتى لو في مجموعة خاصة بالمنافسة في البطولة. المباراة الثانية الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 9 ابريل الساعة 9 بالليل، ودي هتكون في القاهرة بإذن الله. حكم المباراة طبعا مصطفى غربال الحكم الشهير واللي حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا نهائي القرن ما بين الأهلي والزمالك، هذا النهائي الذي لن ينسى على الإطلاق بالنسبة لكل الأهلاوية، وهدف أفشة الشهير. مش عايزين طبعا ننسى هدف عمرو سلية، لأن أكيد هدف عمرو سلية الأولاني كان ليه دور كبير جدا في هذا الانتصار الغالي، لكن مصطفى غربال هو اللي هيكون طبعا حكم هذه المباراة، مباراة الأهلي وسيمبا. في إطار الحديث عن المنافسة في المجموعة، فبالتالي خليني أتكلم مع حضراتكم إن الصراع مستمر، وبعد الواقعة اللي إحنا عرفناها قبل مباراة سيمبا والمريخ هناك في تنزانيا وإعلان إصابة 8 لاعبين من المريخ بفيروس كورونا، بالتالي تم استبعادهم من هذه المباراة. بعد أو قبل ما يسافر فريق المريخ عشان يرجع السودان عملوا مسحة، والمسحة طلعت سلبية للتمانية، فالمريخ والمسؤولين هناك شككوا، قال لك يا جماعة إيه اللي بيحصل ده؟ هم الأول لما التمانية طلعوا إيجابي قال لك لا إحنا شاكين في الموضوع ده، الناس سليمة والناس زي الفل وإحنا عاملين مساحات قبل ما نيجي والدنيا تمام. لما المباراة اتلعبت من غير التمانية دول وطلع إن عينتهم سلبية فبقى في شكوك في الأمر، فبالتالي المريخ قدم شكوى للكاف. إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية؟
اكيد الاتحاد الافريقي لكره القدم هينظر في هذه الشكوى وهيحقق فيها، ولو خلي بالك لو ثبت ان فعلا المساحات دي تم التلاعب فيها ده امر خطير جدا، هيبقى فيه قرارات قاسيه بكل تاكيد على فريق سيمبا التنزاني، قد تصل للاستبعاد من البطوله، قد تصل للاستبعاد. ده هيكون مترتب على ايه؟ مترتب على تحقيق الكاف في القضيه، وهيكون مترتب على لو ثبت ان الكلام فعلا كان فيه تلاعب. هنشوف ايه اللي هيحصل، الكلام ده ممكن يغير ترتيب المجموعه بشكل كبير، لكن الاهلي بعيد عن الموقف ده، الاهلي مركز في هدفه، الاهلي عارف ايه المطلوب خلال الفتره الجايه وهيشتغل عليه بمنتهى القوه بعد انتهاء طبعا التوقف الدولي.